ينضم الي الان الكابتن عيسى المحياني مهاجم فريق الهلالي. كابتن عيسى حياك الله. حياك الله. كابتن عيسى، نقدر نقولكم من مباراه اليوم، ما ندري نقولكم تعادل عاد فريقين مهارد لك الهلال في تعادل مباراه اليوم. الحمد لله والشكر، اكيد يعني احنا الثلاث نقاط تهمنا هذه يعني كثير، الحمد لله يعني ما توفقنا وممكن ضعنا العديد من الفرص، وبرضه يعني كان في ضربه جزاء واضحه الحمد لله والشكر، يعني تقدير الحكم كان من وجهه نظري يعني غير جيد. نعم كابتن عيسى، الاهلي يتصدر، الهلال يبقى الوصيف، ولكن سر انه كابتن عيسى محياني عندي حينما يحضر يسجل كابتن عيسى، يعني لو قسناه على الاهداف اللي سجلها كابتن عيسى، يعني في كل مباراه يحضر مع الفريق الهلالي يسجل. الحمد لله، التوفيق من الله ومجهودات زملاء اللاعبين برضه ما قصر يعني. كابتن عيسى، المباراه الجايه قدام الاهلي. والله اكيد المباراه ان شاء الله نقدر نعوض يعني الخساره، انا اعتبرها اليوم خساره لنا، فان شاء الله باذن الله يعني فرصتنا ان في مباراه امام الاهلي ان نعوض ان شاء الله، ويعني نعود صدارة ان شاء الله باذن الله. نعم كابتن عيسى، يعني تشاهد يعني المباراه يعني التعاون تعادل ايضا فريق المباراه القادمه امام فريق الاهلي، يعني شو بتقول معنويات الفريق الهلاليين مع دخول مباراه الاهلي متصدر والهلال يبقى الوصيف؟ لا ان شاء الله باذن الله، يعني بالعكس لاعبين الهلال يعني متمرسين على ضغوطات وعلى مباريات زي كذا، وان شاء الله باذن الله قادرين على التعويض. كابتن عيسى، السؤال الاخير، الاجانب غيابهم اثر على الفريق الهلالي؟ والله اكيد يعني الاجانب دائما يعملون فرق في الفريق، اكيد يعني غيابهم بياثر، يعني اكذب عليك لو ما قلت ما ياثر، لكن الحمد لله البديل برضه جاهز وما قصر يعني في مباراه اليوم ومباريات كثير قبل كذا. شكرا لك كابتن عيسى، يعطيك العافيه. اذا كان لقاء مع كابتن عيسى المحياني، ننتقل الى زميلي عبد الرحمن الدحيم وضيفي سعد الحارثي. كابتن عبد الرحمن تفضل، كلمي لك.